ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية تؤجج حرائق الغابات في البرتغال، حيث احتدمت الحرائق في جبال كارامولو بمقاطعة فيزو الواقعة على مسافة 200 كيلومتر شمال العاصمة لشبونة. السلطات اضطرت إلى إخلاء عدة منازل في المنطقة التي أغلق فيها الطريق الرئيسي بسبب الضرر الكبير الذي لحقها منذ الأسبوع المنصرم. النيران ظلت مشتعلة بكثافة رهيبة، كانت تحترق في موقع لتنتقل فجأة إلى موقع آخر وتأتي على عشرات الكيلومترات في وقت قصير جدا. ولقيت امرأة تعمل مع عمال إطفاء الحرائق حتفها، فيما أصيب أربعة آخرون، اثنان منهم في حالة حرجة. الخمسة كانوا جزءا من فريق متكون من 500 فرد يحاولون السيطرة على الحريق، وبوفاتها وصلت حصيلة الوفيات بين العاملين في مجال الإطفاء إلى 5.